الصغرى، ده من ضمن الأعياد السيدية الصغرى. يقول كده في بداية المعجزة: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. اليوم الثالث كان في الترتيب، يعني في الإنجيل الإصحاح الأول يوحنا شاور على المسيح وقال هوذا حمل الله، وفي اليوم الثاني برضه شاور عليه وقال هوذا حمل الله. فاليوم الثالث من كلام يوحنا عن المسيح بيفكرنا بحاجة. اليوم الثالث يوم الإيه؟ القيامة. عايز يقول لنا إن كل فرح حقيقي، كل فرح الواحد هيشعر بيه فرح حقيقي، لازم ينبع من فرح اليوم الثالث. أي فرح حقيقي لازم هينبع منين؟ من فرح اليوم الثالث. عايز يقول لنا القيامة هي الفرح الحقيقي، وكل فرح عندي لازم أكون باصص على إيه؟ على اليوم الثالث. عشان كده في المعجزة هناخد بعض الآيات كده نتأمل فيها. يقول كده: العذراء قالت له ليس لهم خمر. الخمر بيرمز للفرح في الكتاب المقدس، يعني كأنه فرح أو عرس أو فرح من غير إيه؟ من غير فرح. فرح من غير إيه؟ من غير فرح، يعني فرح ما فيهوش فرح. ساعات الواحد يبقى معاه حاجات كتيرة قوي لكن مش فرحان، وساعات يبص على العالم ويفتكر العالم ان هو بيمتلك حاجات كتيرة لكن برضه مفيش فرح حقيقي. عشان كده المعجزة ديت هي تحول وتغيير. طبعا هي معجزة خلق مادة جديدة، لكن معجزة تحول وتغيير من الفرح المزيف للفرح الايه؟ الحقيقي. من كل فرح مزيف في العالم للفرح الحقيقي اللي هو ايه؟ فرح اليوم الثالث، فرح القيامة. عشان كده الابن الضال كان بيظن ان في فرح حقيقي خارج بيت ابوه، فراح يدور على الفرح ده، ملقاش ان في فرح حقيقي، لقى في ايه؟ فرح مزيف. فوقف كده وعمل ايه؟ رجع لنفسه، ودي نقطة التحول. قال أنا وحشني الفرح الحقيقي اللي في بيت أبويا. عشان كده الفرح المسيح هو إيه؟ هو الفرح الحقيقي. حتى الابن الأكبر اللي كان في بيت أبوه برضه ما كانش عينه على إيه؟ على أبوه، عشان كده ما استمتعش بالفرح الحقيقي، وفضل يدور على شوية حاجات جوه البيت. عشان كده اللي عايز يفرح فرح حقيقي ما يخليش فرحه في أي حاجة بتخلص. أي حاجة بتخلص مش دي اللي هتفرحني، لكن الفرح الحقيقي في إيه؟ في المسيح. عشان كده أمنا العذراء في المعجزة الشفيعة الأمينة اللي طلبتها لا ترد، قالت له كده إيه؟ راحت قالت للخدام إيه؟ مهما قال لكم إيه؟ افعلوه. مهما قال لكم، عشان كده ودي لكل واحد فينا، عشان تفرح فرح حقيقي مستعد ان انت تترك، تسيب حاجة، تخلي المسيح يشتغل عشان يفرحك. محتاج ان انت تفضي الاجرام بتاعتك ديت من كل حاجة وتقول له املأها يا رب انت بالفرح الايه؟ بالفرح الحقيقي. انا جربت املاها من حاجات كتيرة ومن مصادر كتيرة لكن ما أشبعتنيش، ما فرحتنيش الفرح الحقيقي، فرح مزيف. لكن مستعد إن أنت تفضي الأجران وهو يملاها؟ مهما قال لكم إيه افعلوه. عشان كده هو عايز يملانا من كل فرح جديد. عشان كده المسيح قال مش هينفع يضع خمر جديد في إيه؟ في زقاق ايه؟ عتيقة. خلي الزقاق جديد عشان يعرف المسيح يملى فيه الايه؟ الفرح الجديد. عشان كده ساعات قوي او كتير قوي الله يقفل ابواب كتيرة في حياتي
عشان عايز يشاور لي على باب واحد بس. مين هو الباب؟ المسيح، باب الفرح. فممكن أبواب كتيرة تتقفل وازعل بسبب الأبواب ديت، لكن عايز يقول لي اصبر، أنا بعدك وبجهزك وبملى الأجران عشان تدوق الفرح الحقيقي. زي المسيح لما راح لمريض بيت حزدة وقال له أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ فقال له ليس لي إنسان، لكن خليك معايا أنا. أتريد أن تفرح؟ ما أنت لما تبرأ هتفرح. بس مين الوحيد اللي يقدر يشفي النفس؟ هو المسيح. لما تبرأ هتفرح، لأن أكتر حاجة بتنغص علينا هي الخطية، لكن شفائنا من الخطية هو إيه؟ رجوعنا للمسيح، وهو ساعتها هيملى الأجران ويدينا الفرح. عشان كده هو عايز يتدخل ويشفي كل نفس. بس هل أنا بسمح له مهما قال لكم بتفعلوه؟ المسيح قابل في مرة واحد عليه لجؤون، شياطين كتيرة قوي، ويقول كده كان يسكن في القبور. المسيح عايز يطلعه من القبور ديت، رمز الحزن والشقاء واليأس، وعايز يخليه يستمتع بفرح اليوم الثالث، فرح القيامة. وفعلا اتقابل مع المسيح، والمسيح خرج اللجون من عليه ويقول له كده اذهب وخبر اخبر كم صنع بك الرب ورحمك. يعني روح بشر بالبشارة المفرحة بفرح اليوم الثالث. هل هو باين علي هذا الفرح؟ المسيح شلني من القبور وطلعني من القبور ومتعني بفرح اليوم الثالث. هل ده باين في حياتي بقى؟ سبب الرجاء اللي فينا وسبب الفرح اللي فينا. واحد تاني زي زكا اختبر الفرح لما ساب المسيح يدخل يملى الأجران. ينبغي أن أمكث اليوم في إيه؟ في بيتك. أنا هعمل كل حاجة، بس إيه؟ اسمح له إن هو إيه؟ إن هو يدخل يملى الأجران ويملاك من كل فرح. عشان كده زكا اختبر الفرح الحقيقي، ما اختبروش قبل كده رغم إن هو كان يملك كل شيء. برضو واحدة تانية زي السامرية كان ناقصها الفرح الحقيقي ده. طبعا عاشت في فرح مزيف سنين كتيرة قوي، لكن أول ما اختبرت الفرح الحقيقي راحت بشرت إنسان قال لي كل ما فعلت، بقت كارزة مفرحة بالمسيح. عشان كده في المعجزة دي المسيح عايز يقول أنا جاي عايز أغير فيك حاجة، عايز أدي لك حياة من نوع تاني. بدل ما تبقى الحياة شوية مية ما يشبعوش، من يشرب من هذا الماء يعطش، أنا عايز أدي لك ماء إيه؟ ماء جديد، خمرا إيه؟ جديدا. فسيبني إن أنا إيه؟ إن أنا أغير جواك حاجة. ربنا يدينا دايما كده إن إحنا نتمتع ويكون عينينا دايما على فرح اليوم الثالث، فرح الإيه؟ فرح القيامة والتمتع بقيامة المسيح. بس هتمتع بيها لما كل واحد فينا هيتمتع بالإيه؟ بقيامة. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا دايما ما فوق حيث المسيح جالس، وللهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا هللويا هللويا.